اكتئاب الجيل تشتت النقابي ادى او تراجع تاع النقابات ادى الى تشتت النقابي، يعني ظهروا مجموعه من النقابات. هضرتي على الاتحاد المغربي للشغل، هضرتي على الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، كاين مجموعه من النقابات الاخرى اللي المغرب الان تعيش واحد المرحله تاع التشتت النقابي. واش التشتت النقابي يعني كان السبب ديالو هو التراجع تاع الاداء تاع النقابات؟ كما قلت الإرهاصات الأولى للتشتت النقابي بدأت في الستينات، من القرن الماضي، عندما تم خلق نقابة ثانية. بدأت كانت الخطوة الأولى تلتها عدة نقابات في المشهد السياسي، فتمت البلقانة. أكيد أن تشتت النقابي يؤدي إلى نتيجتين سلبيتين. أولا، النتيجة الأولى، التشتت النقابي يؤدي إلى قلة أو ضعف في عدد المنخرطين. فمثلا أعطي مثلا على ذلك، في الخمسينيات من القرن الماضي حتى الستينيات، بداية الستينيات، كانت نقابة واحدة، كان عدد المنخرطين تقريبا 650 ألف منخرط في الاتحاد المغربي للشغل. دروك حاليا من السبعينات الى وحنا جايين وحنا الى الان، لا يمكن الوصول الى 650 الف بالنسبه للنقابات كلهم، كلها جميعها. لا نصل يعني حتى الانخراط النقابي تراجع. في حين ان عدد العمال عدد الاجراء تضاعف عده مرات، ولن نصل الى الرقم 650، في حين ان هذا مسكوت عنه، واي نقابه تدعي انها هي الاقوى وان عندها اكبر عدد المنخرطين، ولكن من الصعب معرفه عدد المنخرطين فان، ولكن لن ما يمكنش نوصلوا ل 650 الف. علاش هذا التاثير عدد المنخرطين؟ النقطه الثانيه، السلبيه الثانيه، عندما يقل عدد المنخرطين تضعف النقابة، يضعف التمويل، يعاد النظر في المكتسبات، لأن بكثرتهم يتم تفاوض مع السياسي للحصول على التمويل ولا المكتسبات، وهذا التأثير ظاهر جليا في الواقع. ولكن ولكن علاش يعني النسبه تاع الانخراط رجعت؟ واش مابقاش هذاك الامام الدور تاع النقابات؟ واش هذه النقابات يعني اخذلت العمال والمواطنين بصفه عامه؟ من اسباب ذلك هي تشتري على الجميع. من اسباب ذلك انعدام الثقه في المؤسسات. عندما يفقد الانسان الثقه في المؤسسات يتم ماذا ستقدمون الا القليل. لذلك هادشي الناس يقولوا دابا على مستوى الشارع اش دير لي هذه النقابه؟ هذا على مستوى، ولكن النقابه كمؤسسه ضروريه. انا اتحدث عن التدبير، التدبير فيه مشكل، ولكن النقابه كمؤسسه لا كانها تشبه باقي المؤسسات، كالبرلمان، كالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، كمجلس، يعني مؤسسه ضروريه في المجتمع، كمجلس المنافسه، كمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسه من المؤسسات ديال الدوله. ليس العيب في النقابة، ولكن ربما هناك عيب في تدبير وتسيير النقابات. هذا العيب في النقابات هو اللي خلى ربما الناس ما بقاوش يامنوا بالعمل النقابي ومشوا داروا التنسيقيات. نهارات يعني التنسيقيات مع بداية القرن 21 مجموعة من التنسيقيات. يعني واش التنسيقيات غتكون بديل لهذ النقابات هذه؟ هو النقطة الملاحظة الأولى أؤكد عليها أن نسبة التنقيب في المغرب ضعيفة. أنا نسبة التنقيب كنت بأبحاث كثيرة على هذا الموضوع في مراجع مغربية وأجنبية، دائما أطالع، وبالخصوص أنا في الأبحاث ديالي أعود دائما للمنظمة الدولية، منظمة العمل الدولية الأويتي أو المراكز الدراسات الدولية، ذات يعني الأبحاث ومصداقية إلى آخره. نسبة التنقيب في المغرب ضعيفة. أنا بحسب بعض الأبحاث تقول لا تتجاوز 6%. المجلس الأشي بي المندوبية السامية للتخطيط قالت، ومع تحفظي على ذلك، قالت بأن لا تتجاوز 4%.
في حين أن في تونس المنسوب نسبة التنقيب أو الانتماء تبلغ 20%. إذن هذه نسبة التأتيب التنقيب أو السانديكاليزاسيون يعني الانضمام أو الانخراط في العمل النقابي ويراها نبيل عمل نبيل أثر على المسار النقابي وأثر على التمويل وأثر على التنشيط لأننا نعلم جميعا أن في بداية الاستقلال وفي الستينات النقابات لم تكن فقط نقابات للعمال، كانت تقوم بعمر دور ثقافي مسرحيات فنون إلى آخره، كانت لها جناح خاص بالنساء، كان لها مرافق رياضية للشباب، كانت يعني متعددة تخصصات. هذا كأنه شي طير جميل، نقولوا داك الطير ديال طاوس طاوس جميل، ولكن هذوك الأجنحة بدينا تنقصهم ديالو وتنحيد فتشوهت الأمور. هذا الضعف اللي وصل له التقلص ولا أقول تراجع فتح الباب كما قلت في انعدام الثقة أن الإنسان يبحث عن البديل. البديل كل واحد يبحث عن البديل، لا يبحث عن الهجرة، كان اللي يبحث على حلول مغشوشة، كان اللي يبحث على حل آخر. كانت من ضمن الحلول التنسيقيات. التنسيقيات هي ليست من الأمر السهل التحدث عنه ولا يمكن العبور الحديث عنه مرة الكرام، فهو مشكل عام ومشكل عالمي، ماشي غير المغرب أكثر، مشكل عالمي. علاش الناس بالضبط هذه الجؤول هذه التنسيقيات؟ لأن فقدوا الأمل في العمل النقابي في التنظيم في المؤسسة، فبدأت الناس تبحث عن البدائل من هذا. فهناك مثلا في الهند وفي كوريا الجنوبية كانت هناك تنظيمات طلابية وتنظيمات أخرى مستقلة. فمثلا في الهند كانت هناك ما يسمى بالجائلين، تجار الجائلين، وفي كوريا الجنوبية كانوا ما يسمى بالعمال النظافة. خلقوا التنسيقيات وحققوا ونجحوا في التعرف الاعتراف بهم، ونجحوا في انتقال من عالم غير المهيكل الى عالم العمل المنظم المقنن. احنا بالنسبه لنا المغرب على ذكر هذا العمل ديال، لا ننسى ان المنظمات كيف قلت في الاول ان المنظمات الدوليه للعمل تسير هذا التوجه. هناك دراسه مؤخرا صدرت ربما في 2020 صدرت عن منظمة العمل الدولية على هذا المشكل، على هذه الإشكالية اللي ولات ديال هل النقابات هل هناك بديل للنقابات، وجاءت بعنوان النقابات في الميزان. فلاحظت حسب أن النقابات، هذه الدراسة فيها مراجع كثيرة وفيها متخصصين كبار بالإنجليزية إلى آخره والألمانية إلى آخره، فتوصلوا إلى أنه إذا استمرت النقابات هذه الحالة اللي كاينة عليها اليوم في السنوات المقبلة وصلت 2%، فإن المصير ديالها سيكون صعب للغاية، وأن باش توقف والاستدامة مستقبلا سيكون أمرا شبه مستحيل. يعني غتكون التنسيقية سيكون عندها دور أكبر من النقابات مستقبلا، بقينا غادي في هذا المنحة طبعا. ولكن ماذا توصل الدراسة؟ هذه الدراسة جيدة قيمة للغاية، طلعت عليها مؤخرا. ماذا توصل؟ توصل النقابات بالتعلم من هذه الحركة الجديدة والتأقلم معها والعمل بالأخذ بمبدأ واحد وما يسمى بتضامن التعاوني الذي يتم عبر منصات الانترنت التنسيق. بالنسبة للمغرب سنعود للمغرب، هذا دوليا. بالنسبة للمغرب التنسيقيات جزء لا يتجزأ من المشهد، وهي لا تختفي،
بمجرد ما تتنجز تحقق مآربها التنسيق ظهر لنا تنسيقية أخرى، فأخيرا ظهرت لنا تنسيقية بين خصمة مباراة المحاماة ولجنة المحاماة، ظهرت تنسيقية أخرى تندد بالنتائج، وبدأت وطنية ثم بدأت مركزيا تنطلق حول الجهة محليا، ولا تختفي. هذا العمل ليس بالسهل، النقد التنسيقي ستستمر. إنما بالنسبة للمغرب الوضع أو النظام العام بحاجة في نفس الوقت هو يتسامح مع التنسيقيات، وفي نفس الوقت بحاجة إلى النقابات. علاش؟ لأن النقابات لهم له النقابات عندها دور، لها دورين. الدور الأول أنها هي تكون مفاوض الأساسي على المستوى في عندما تبرز أو تظهر الأزمات الدورية الدائرية، لأن كل مجتمع يعرف من حين الآخر أزمات، فهي المخاطب الأساسي حتى هي اللي معناتها تتفاوض الحكومة في حالة الأزمة، حتى نقول نخرج من بؤرة الأزمة أو من يعني مفاوض الحكومة هذا على المستوى المحلي الوطني. على المستوى الدولي كذلك الدولة محاجة النقابات، لأن النقابات تقوم بدور بإضافة إلى عملها الاجتماعي الاقتصادي الثقافي، تقوم بدور أساسي على المستوى الدولي. فهي بالنسبة للمغرب مثلا، بالنسبة لقضية الصحراء هي قضية وطنية، النقابات لها دور كبير في دعم القضية الوطنية ضد الخصوم، فهي عندها علاقات مع المنظمة الأولية للاتحادات النقابية، عندها دور مع اتفاقيات مع نقابات ثنائية. مثلا حينما مثلا كما قلت، حينما يزور وفد مثلا قام زار مبعوثو وفد من حركة البوليزاريو الدول الإسكندنافية النرويج وإلى آخره، يشتغلوا هناك، وهذا اللي ينبغي أن ننتبه إليه. عندما يشتغلوا على هذا المستوى النقابي في مستوى أوسلو أو مستوى ستوكهولم، هذه الدول راه ليست بسهلة، هي عندها قوة ناعمة ما يسمى بسوفت باور. إذن ماذا النقابات تمضي قدما لإنهاء هذه المغالطات؟ يعني ستوضح الصورة، توضح الصورة وتعطي الصيغة الحقيقية، لأن هنا في قضية وحدة وطنية وليست في قضية أخرى. إذا النقابات مهما يكون عموما النقابات ستستمر، والدولة محتاجة النقابات، والنقابات محتاجة بحاجة إلى الدولة، بحاجة إلى الدولة. يعني في هذا الإطار هذا كيفاش تشوف المستقبل تاع النقابات على مستوى المغرب؟ واش غادي نوصلوا لهذيك المرحلة ديال أن غيبقوا غاديين في التراجع، ولا غيرجع التوهج ديالهم في المستقبل القريب؟ مستقبل النقابات سيرتو سيسمح لي إلا قطعت، خاصة أن الملفات الاجتماعية اللي هي بارزة الآن للسطح بشكل كبير. من المستبعد اختفاء النقابات على المدى المنظور، مستبعد نهائي. وكيكون واحد التراجع كبير، هو التراجع كاين كما قلت في البداية، أن النقابات عليها أن تعيد النظر في التجارب التي تجاربها، واحد النقد الذاتي. عدة تجارب درناها في الثمانينات في التسعينات وأفضت إلى ما الذي وصل. النقابات مستقبلا عليها أن تعيد النظر في العمل النقابي، وأن من الأمور الأساسية بالنسبة للنقابات هو أن توحد، تعمل على الانفتاح. أول شيء هو الانفتاح على المجتمع، خلق تحالفات. النقابة ليست بوحدها في المعركة أو في الأرض، هي لا بد لها من تحالفات مع المراكز والقوى الأخرى في المجتمع المدني، وينبغي أن يكون شعارها التضامن والتنسيق التعاوني والتنسيق مع جميع بما فيهم الشركاء الاجتماعيين. أولا لا بد أن تكون في العلاقة في تنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لحل المعضلات والإشكاليات والقضايا المطروحة عاجلا أم عاجلا، وبالتالي
أن النقابات عليها أن تعيد النظر في طريقة تدبيرها، أن ينبغي أن تتبنى الحكامة، الحكامة في التدبير والإرادة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة. هناك تمويل من الدولة، عليها أن تتمن. ثانيا أن القيادات عليها أن تجدد نفس الدماء، السمح لي لا أقول للشباب ولكن أنتم مع النساء، أنت كلها مكانة والنساء فعالت في العمل النقابي. ثالثا أن للعمل أن تكون انتخابات دورية نزيهة، ديمقراطية داخلية، وأن تتبنى الملفات، تتبنى الملفات بجدية وتدافع عن العمال وعن مصالح الطبقة الشغيلة. غد أفضل، لنا أمل في غد أفضل، ولكن هي مجهودة ينبغي أن تكون مكتفة من طرف الجميع. والأساس في هذا مستقبلا هو أن تعيد النظر في الخدمات التي تقدمها، تقدمها النقابات، وأن تعيد النظر فيما في المحيط، لأن العالم يتغير وعالم الشغل يتغير. ما بقاش عندنا غير الموظفين والعاملين الشغالين إلى آخره. تحديات كبرى تواجه النقابات في العالم الرقمي. هناك العاطلين، هناك العمل الغير الردي بخيكار، وهناك الغير العاطلين. هذه التحديات الكبرى كيف ستحدث توازن لتلبية طلبات الجميع؟ إذن في هذا العالم المتغير بسرعة عليهم أن يتغيروا وليتخذوا من الرقمنة والاتصالات وسيلة للعبور إلى العمال. فأبدو لي أن النقابة في المغرب لا زالوا يعيشون في عهد قبل الرقمنة، كأننا جئنا في أننا نعيش مرحلة ما قبل الثورة الرقمية. وهذا مشكلة في الإدارات. أنت لما تدخل المواقع الإدارات راه ماشي قوية في المحتوى ديالها. حنا لابد أن نعطي واحد الأهمية خاصة لذلك الوجه، وراء الوجه هو ذلك المواقع والخطاب عبر منصات الانترنت. لابد ان تكون تواجد للنقابات في هذا المجال لجلب الشباب وجلب النساء وان تكون مصداقيه في العمل. هذا هو كل ما يعني بخلاصه وبعجاله. شكرا سي عبد الجليل على قبول الدعوه وعلى التوضيحات هذه. وحد سعيد ويعني مسيره موفقه. وتتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.